بس الملعقه ما سمعتها منه شيخنا. ها؟ الملعقة لا هذيك من عمل الآخر محمد حبيب الله. أيوة محمد حبيب الله هذا في مصر. آه الملعقة يا محمد. الملعقة محمد حبيب الله بن مايابة. من؟ بن مايابة. مايابة هذا لقب. مايابة هو يابة عند الشناطر معناها يقول لا يابة. 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 نعم. هما كان يقول انه كريم جدا كريم انه اخذ ملابسه وتصدق بها. ما بقي قال لابس رواد. نعم. كريم كان يقول فلان ما يابة. يعني ما يقول لا. لا يقول لا. لا يقول لا. تركوا اسمه هو سيد أحمد وصار اسمه ما يابا. ما يابا. وكل العائلة صارت أنا ما يابا. عائلة كثيرة إن شاء الله. نعم. هذا كان في مصر. نعم. ووقعت له بعض الخلافات وبعض المضايقات فذهب إلى مصر واستقبلوا وصار مدرسا عندهم. استدعوه مرة في حفل عام وأعطيه ملعقة ليأكل بها. نعم. قال له بمالك يقول وفي اختيار لا يجيء المنفصل. إلى أن يجي المتصل الملعقة ضمير منفصل واليد ضمير متصل واستعمل اليد وترك الملعقة. الله رحمه الله رحمه الله الله. طيب وقصة اللي اختبروا في الألفية يا شيخ من الشيخ الأمين ولا لا 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 بعض الناس كان يدعي أن يحفظ الألفية واختبروا في الألفية وركبوا له بيتا وجوزوا دخول لم آه هذا ليس هو الحقيقة. هذا أخ لنا في المدينة لا أحب أن أذكر اسمه. لا فجاءه فجاءه مفتش في دار التعليم صاحب نكتة لطيف. هو كان مفتش لكن هذا موظف. هو هذا موظف في دار التعليم لا يفتش عليهم. فأحب أنه يأخذ عليه فصل يختبره في الألفين. أحب أنه يغلطه. أيوة قالوا يا شيخ لم تدخل على الفعل الماضي. قال ما تدخل على الفعل الماضي. قال لا ابن مالك يقول وجوزوا دخول لم على المضيم كلم أتى ولم سعى ولم رضي. أيوة. مشت عليه مشت عليه سبحان الله مشت عليه قضية. لا إله إلا فسألني بعض ذلك. قال الشبل هو اسمه الشبل مدفتشا اسمه الشبل. نعم. قال الشبل يقول لي لم تدخل على الماضي. وقال لي هذا قلتها ليس في الأرضية ابن مالك. بعد ماذا نعم نعم. والترخيم الترخيم فيه شيئا عن الترخيم. اي نعم الترخيم يقال ان الترخيم ان احذف اخر المنادى كسعى في من دعا سعادة. نعم, نعم. بعضه يقال المصريون تعرف أصحاب نكتة. نعم. شيخ أمين. نعم شيخ. نعم. وإن بعضهم قال له يا ولد قم. إيه؟ ألف المدرس قال الولد. نعم. قم ألف الترخيم. أيوة. فقال له ترخيم أن يحذف آخر الحواشي. أيوة. كي أخرى في من دعا خراشي. اسم المدرس. اسم خراشي. اسم المدرس خراشي. خراشي. لا خراشي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ركب عليه. لا إله إلا الله. هاي نكتة النحاة حقيقة كبيرة جدا. الحمد لله رب العالمين. الله المستعان. الله محمد.